وأعجبتني مقولة قالها أحد الصالحين لما سئل كيف كان حال السلف قديما وكيف كان الناس مع القرآن، فأجاب السائل وهو من أبناء عصرنا شاب كان يسأل ذلك الشيخ، قال مثل حالكم مع الواتساب. كيف كانوا مع القرآن؟ قال مثلكم الآن مع الواتساب وهذه الأجهزة. لا ترتفع الرؤوس عن هذه الأجهزة، لا ترتفع الرؤوس، فأصاب الناس أمراض في رقابها بكثرة انحنائهم من شدة ما هم يتابعون في هذه البرامج، سواء برامج التواصل الاجتماعي أو هذه البرامج الذكية من خلال هذه الشبكة، شبكة الأجهزة. لا ترتفع الأعين، بل لو فقده لأصابه نوع من الاضطراب، أين فقدت هاتفي؟ هكذا كانوا مع كتاب الله، كانوا إذا تواصفوا بالزمن قال قدر قراءة سورة البقرة، وذلك واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابي كم كان ما بين الأذانين، قال مقدار قراءة 50 آية. يعرفون تقدير الزمن بقراءة القرآن، لأنهم قد أدمنوا القراءة، فأصبحت قياساتهم الزمنية بذكر الآيات القرآنية أي بعددها، وذلك قد نحر جزورا بقدر قراءة سورة البقرة. وهكذا كانوا مع كتاب الله، فلنكن مع كتاب الله كذلك، فإنك مأجور يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف 10 حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء. فما أحوجنا في هذا الزمان وكثرة هذه الملهيات وبخاصة هذا الجوال إلى أن نعرف قدر القرآن ومكانة القرآن ومنزلة القرآن العظيمة، حتى نعظم القرآن ونعنى به ويكون له من حياتنا النصيب الأوفى. ولو أن هذا الإكباب على الجوال نظرا إليه كان نظرا إلى القرآن كيف كانت حياتنا؟ نعم، لو كان هذا النظر والإكباب على الجوال الذي هو حال كثير من الناس، لو كان بدل ذلك نظر إلى القرآن وتأمل في القرآن وتدبر في القرآن، لكانت حياتنا من أطيب ما يكون، زكاة وصلاحا واستقامة وهداية. لكننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وضيعنا وفرطنا وقصرنا وأهملنا.